ويلكم تو رباط. انا في الرباط يا جماعه، اول حاجه زرتها واهم حاجه بالنسبه لي صومعه حسان. قولي ازيك، قولي ازيك. ازيك عامل ايه؟ زياد. لا لا بالمصري قول. انتوا حلوين قوي. لا ده انتوا احلى والله، انتوا حلوين مصريين قوي. احلى منا. لا انتوا احلى منا بجد. طب ليه؟ طيب ليه؟ والله ده بجد. انتوا شعب زي العسل. الله يحفظك، الله يحفظك. المغربيه الله يحفظك. بصحه وراحه. الله يخليك. خش جوه، خش جوه. مشغول. ايه الواجب بابا؟ وان شوت. وان شوت. صباح الخير من كازابلانكا. الساعة دلوقتي 8:30 الصبح. نتحرك على الرباط، نبتدي يومنا عشان بالليل ان شاء الله نطلع على طنجة. من هنا للرباط حوالي ساعتين وحوالي 90 كيلو. الطريق من الدار البيضاء كازابلانكا للرباط كله على البحر. انا ماشي بحيث البحر المحيط. آسف. بلد ساحلية كده كلها على المحيط ونظيفة جدا من أول وهلة. أول حاجة شفتها في الرباط المسبح الكبير، حمام سباحة كبير جدا على البحر. دخلنا على اول مزار طريح محمد الخامس. طريح محمد الخامس مبنى فخم عالي عجبني شخصيا. المبنى مبني كله على الطراز المغربي، مدفون فيه ملكين مش واحد بس، محمد الخامس والملك الحسن الثاني. اتبنى من حوالي سنة 61 لسنة 71، يعني حوالي 9 أو 10 سنين. خدوا فيه وقت كتير قوي عشان يطلع بالمنظر ده. حوالي 400 فني وحرفي وتقني من كل أنحاء المملكة عملوا على الزخارف والديكورات اللي فيه. الساحة اللي احنا فيها دلوقتي اللي فيها ضريح محمد الخامس ده اسمها ساحة يعقوب المنصور. سنة 55 السلطان محمد الخامس صلى هنا صلاة الجمعة في مسجد حسان، وفي نفس اليوم قال خطاب تاريخي بمناسبة عيد العرش، أعلن فيه استقلال المغرب تماما وإنهاء نظام الحماية. عشان كده حبوا يخلدوا الذكرى دي وعملوا الضريح بتاعه هنا. ضريح محمد الخامس عرضه حوالي 44 متر وارتفاعه حوالي 38 متر، وهم نقوا كمان أكتر منطقة في المسجد، مسجد حسان، عشان تستحمل المبنى تقيل ده لأن كله رخام. اللي ورايا ده صومعة حسان، الجهة التانية من ضريح محمد الخامس مسجد وصومعة حسان. ومسجد وصومعة حسان اتبنت في عصر دولة الموحدين. يعقوب المنصور هو اللي أمر ببناء المسجد والصومعة. مساحة المكان كانت رهيبة جدا، حوالي 2500 متر سطح. يعقوب المنصور كان عايز يعمل أكبر مسجد وأعلى مأذنة في العالم،
كان نفسه يحتفل على الانتصار على المسيحيين الأسبان في المكان ده، ويكون مكان تاريخي يتخلد فيه ذكرى الانتصار العظيم ده. كان متخطط للصومعة أو المأذنة يكون ارتفاعها 86 متر، بس للأسف لما مات فجأة وقف التشييد والبنى في المسجد، وصلوا ل 200 عمود، وارتفاع الصومعة كان ساعتها 44 متر فقط، وما كملوش بقية الارتفاع. صومعة حسان سموها على الاسم ده نسبة لقبيلة بنو حسان اللي كانوا عايشين في الرباط ساعتها. وعلى فكرة صومعة حسان تعتبر من مواقع التراث العالمي لليونسكو دلوقتي. بعد ضريح محمد الخامس وصومعة حسان نطلع على المدينة العتيقة. مدينة الرباط من فوق بقى شكلها ساحر. انظر الشط هناك، الشط هناك كل الشطوط هنا فري على فكرة. شوارع بحارات المدينة القديمة في الرباط، المسافة كده بتاع حوالي 2 متر، أقل من 2 متر ما بين كل بيت والتاني. يلا بينا نشوف السوق العتيق في الرباط شكله ايه، المدينة القديمة. جاهز للأكل على طول؟ نعم على طول. أجرب المحار المغربي، أنا مش عارف أول مرة أشوفه بصراحة يعني. شكلها حلو. لعب فيك خيش. وان شوت. جميلة جدا. جميلة جدا، بس هو حط ليمون كتير، بس هي جميلة جدا حلوة قوي. دي في الرباط احلى واشيك من كازابلانكا، اكبر كمان وفيها بضاعه او حاجات متنوعه عن كازابلانكا، ده اللي انا شفته يعني. هتفوت المدينة القديمة في الرباط، الأماكن الجميلة جدا، وبجد الجو هنا جميل ما بين الناس والشعب المغربي برضو مضياف قوي بصراحة. وأجمل حاجة إنها جنب البحر، يعني ممكن تنزل البحر، البحر فري ومفتوح. احنا دلوقتي رايحين على القصبة. We'll be right back.
ايه القصبه دي يا باشا؟ القصبه دي اللي كان يسكن فيها مولاي اسماعيل 1800، كان فيها مطبخ مقهى. انا شايف مدافع فوق كده في الشبيك يضربوا في المدافع العدو. بيدافعوا عن مين؟ عن قديم زمان قديم من قبل. مين اللي كان جاي يعني يهجم على البلد او مين؟ اسبان ولا اسبانيون؟ كان برتغال. في اعداء بزاف عشان بلدكم حلوه الاعداء كتيره. وفي في الامام نشوف الباب الكبير ده متحف. بتدخل تشوف يعني اللي في الوش ده متحف. في الوش في متحف. اوكي. حان وقت القهوه. قلت لي اسمها ايه بقى؟ نورمال؟ نورمال يعني عاديه. ما عندهمش قهوه تركي خالص، مش عارف ليه. قهوه منتصف النهار عشان الشمس كانت صعبه شويه. تسلم يا دي. اسم الكريم ايه بقى؟ كريم. كريم برضه؟ كريم. هذه قهوه مغربيه الاصل. اها. كاينه في شمال المغرب، تطوان. من تطوان؟ من تطوان. جنب طنجه. تطوان، جنب طنجه، هذه تطوان. يعتبر شارع القناصل من اعرف الشوارع الرئيسيه القديمه والتاريخيه، فهو جزء رئيسي من الشارع الموحدي الاصلي الذي يربط ما بين الباب الكبير لقصبه المهديه الخدائيه والباب الموحدي الوحيد المفتوح على الواجهه الشرقيه لمدينه الرباط. اوكي. شارع القناصل. انا كنت جوه في السوق العتيق او المدينه القديمه ولسه فاتح. هذا كانوا قناصل، هاد المحلات اللي كتشوف هنا. هذا تسمى شارع القناصل. ليه بقى؟ لأن من زمان كانوا هنايا غير السفارات والقناصل، جاو قرب الوادي. منطقة مهمة يعني. يعني تاريخية، بحال المنزل اللي أمامنا دابا، أمامنا راه كان قنصلية زمان. إذا خرجتي غتشوف شوف البالكو بالخشب. ما شاء الله. البالكو فوق. البيت ده كان قنصلية زمان. كان سفارة. وهو الشارع كله او المنطقه كانت منطقه سفارات قنصليه، شارع قنصليه. القصبه دي قصبه الرباط او قصبه الاوديه او قصبه المرابطين، ليها كذا اسم. اكتر حاجه ملاحظها في الرباط لغايه دلوقتي انها نظيفه جدا زي اوروبا بالظبط. في بعض الاماكن اللي هي مش تاريخية او يعني مش قديمة زي المدينة القديمة مثلا او السوق العتيق، حسيت ان انا في اسبانيا. مدخل القصبة. ده شكل الشوارع والحارات في منطقة القصبة. زنقة الحوت، زنقة الحبش. السلام عليكم. هلو بيبي، هاو ار يو؟ صباح. جميل، قمر ما شاء الله، ربنا يخليك. بعد ما تخلص
تمشية في القصبة والمدينة القديمة في ساحة القصبة، في متحف صغير اللي هو بتوعيك. المتحف ده للمخطوطات العربية والأمازيغية زمان. المتحف ده فري. الاستمتاع بالبحر، نستمتع شوية بقى بحر المغرب. هو الحقيقة مش بحر بقى، هو المحيط. Welcome to Atlantic Ocean. وميزة الشط ان هو على المدينة القديمة فوق. هيبان لك كده وانت على المحيط. صومعة حسان هي هناك، اهي المدينة القديمة، مقابر الشهداء. قولي دي وبرج محمد السادس الجديد. قالوا انه اطول برج في شمال افريقيا. مدينة الرباط كلها من فوق. الجهة ده اتجاه طنجة ومضيق جبل طارق والتقاء البحر المتوسط مع المحيط شمالا. مفيش احلى من الطبيعة. هتقعد على المحيط في حمام سباحة خاص بيك لوحدك. السمك الصغير اللي بينظف الجلد شغال، الله ينور.